هذه الاتفاقيه ديال الشراكه بين الجهات دار البيضاء سطات ووزاره الجيز والماء عندها اهميه قصوى، لان اولا تم تحديدها انطلاقا من اولويات الجهه، ثانيا تم التركيز على ثلاثه نقاط رئيسيه. النقطة الأولى وهو الفك العزلة المجالية وتقوية تجهيزات تحتية من أجل تحسين جاذبية الاستثمارات في بعض الأقاليم وخلق فرص الشغل، ومن جهة أخرى من أجل كذلك تقوية الربط ما بين الجهات من أجل ضمان تنمية مندمجة للجهة. الشق الثاني فهو مرتبط أساسا بالفك العزلة القروية، واليوم كذلك العديد الآلاف من الكيلومترات التي سيتم إنجازه من أجل العمل على فك هذه العزلة. والنقطة الثالثة فهي مرتبطة بضمان الماء صحي الشرب والحماية من الفيضانات من خلال أولا الربط ما بين الحوض المائي ديال سبو وأبي رقراق من جهة، ومن خلال كذلك العمل على بناء سدود تلية للحماية من الفيضانات. كما تتبعتم احنا في اللبنة الثانية من برامج العقود اللي كتربط بين الجهة والدولة، هذه المرة مع وزارة التجهيز والماء، في قطاعين حيويين وقطاعين مهمين بالنسبة للميزانيات المرصودة وبالنسبة للأهداف ديالها. فكان هناك الجزء الحيوي الأول اللي هو الماء، اللي الجهة خلال الشركاء مختلف الشركاء ديال الجهة رصدت له أكثر من 11 مليار ديال الدرهم. ثانيا كاين الطرق، كل ما يتعلق بالمياه الطرقية داخل المدار الجهة، واللي فيها بوحدها واحد تقريبا 5 مليار اكثر منها 2 مليار و100 مليون ديال الدرهم خاصه بالطرق القرويه لفك العزله على العالم القروي وتحسين اطار العيش داخل هذا يعني القرى ديال الجهه.